انت عايز تكفر عن ذنوبك وماله، انت شيء كويس جدا. طب الراجل اللي ماشي في الشارع ده ماله ومالك؟ وتروح انت لوحدك يا اخي، مش انت اللي ارتكبت الذنوب دي كلها؟ خلاص يبقى انت لوحدك كده زي الجدع، تروح لوحدك، ما تشيلش الراجل بقى عشان يروح معاك. انتظرونا في اخر شقاوة. السلام عليكم. يا رب يا رب يا رب، انا عايز اتوب يا رب، انا عايز اتوب. انتوا عايزين تعملوا ايه؟ توب يا عم، مش عايزين تعملوا ايه؟ نعمل ايه؟ خدوني سلموني للبوليس. ليه يا عم؟ انا حرام، انا حرام. طب انت حرامي يا بابا، ابعد عننا واتكل على الله. انا بكلمك، احنا ما منعك. انت مش واخد بالك. روح، انا واخد بالي، انا عايز اتوب على ايديك. طب ما تتوب انت بقى، سلم نفسك. انا عايز المساله. طب روح سلم نفسك يا حاج، ابعد عننا. انا عايزك تاخد الثواب يا عم. طب احنا معانا عيال صغار مش فاضيين لك، عشان خاطر الواد الجميل. طب انا مش فاضي لك، معايا عيال صغار. خد الثواب يا عم، اضربني. مش هضربك، بقول لك خد الثواب. طب اضربنا ولا ايه؟ ابوس ايديك وابوس. لا 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 لا، بس خيبتها الشمس والحد، وانا خدتي ما وردت على خديها. ليه ما انت رايح فين يا معلم؟ رايح استرزق. جاي منين يا معلم؟ استرزقت وجيت وانت قاعد تضيع الفلوس عليهم. معلش استعمل، هم دول الشمامين اللي ضيعوا فلوسك عليهم يا ماما. فلوس ايه يا اخويا؟ فلوس ايه؟ ما بيرجعليش بجنيه. فلوس ايه؟ ضيع فلوسه عليك. على مين بس يا بني ادم؟ خلينيش بقول لك، حكي لك بقول يا عم بس. يا عم بس، يا عم بس، يا عم بس، يا عم بس. انا عايزكم تسلموني للبوليس، خدوا المكافأة، انا مطلوب، انا وانطد اساسا. لو حضراتكم تسلموني وتاخدوا الجايزه والله العظيم. عارف انا كنت اقف كده اعمل كده، اطلع التليفون واخده وقعت على بس كده.
يا عم انا عايزاكم تشوفوا رابي بس وربنا ثواب لله. بقى هي ما فاتت رابي عربيه يا استاذ طوب. ايه يا انا بقول لك ده في جايزه 100 جنيه اللي يسلمني الاسم. يسلمك ايه وتقول لي انا خايف اروح لوحدي وربنا مشكله هنعمل ايه؟ خد الحاجات وانا معاكم زي كده. معلم معلم بقول لك يا معلم انا ظبطتهم مكمرين المفتاح بتاع ثالث عربيه شمال مع التليفون ده. العربيه بس كده بعد اذنك. اه جايين يشتغلوا في المنطقه بتاعتنا. بص الحاجات اهي. بص ومكمر تليفون من العربيه ديت اهو. خدوا ايه يا بيت؟ بص يا معلم دي مفاتيح ثالث عربيه على الشمال. خدوا منك انت تاني. خدوا مني الساعه يا عم. قرب منك يا بنت. قرب يا بنت. يا عم ايدك بس كده. بعد اذنك ايدك بس كده. انا بس انا معانا يا معلم. والله التليفون عايز افهم كل ايه. استنى ايدك بس. استنى اهو التليفون. انت حراميه. كده تسلموني من البوليس عشان اتعلم الادب. علشان بص كل حد اذيته ياخد حقه مني. طب وين البوليس؟ حد يا جدعان لي حق عند الراجل ده؟ انا بكلمك انت تسلمني ليه البوليس؟ طب وين البوليس؟ دول عاملين مكافأة. خدوها. عايز استريح من مراتي. عايز اطول. نعم. مراتك مين اللي ترتاح منها يا اخويا؟ مراتك شربة من جعانها منك. لمن نفسك انت يا شربات. هما دول الجرابيع اللي بتصرف فلوسك عليهم. اخلصي. لكن انت من خيرنا اهو. اخلصي. خلصت اهو. بقول لك فين الفلوس؟ مش دعوة باصحابي. بقول لك ايه؟ خلاص انت لازم تطلعني. اطلعك مين؟ عملت رافي لحم بره. عملت رافي لحم بره. عملت رافي لحم بره. انا هتصل بيك ساعات والنبي يا اخويا. انت وامك في يوم. بقول لك ايه؟ سلق يلا. انا معلم قدامك اهو قد الدنيا. في البيت حاجه تانية خالص. في البيت فرقه. الوليه مفتريه. وليه مش عايز اقول لكم. لكن انا ان شاء الله هتوب. هتوب وهتوب عن كل حاجه وحشه. هتوب. انا عايزكم تسلموني للاسم. ودوني البوليس. خدوا المكافأة. انا مطلوب. انا وانطل اساسا. يا ريت. انا بقول لك اهو روحوا البوليس واخد بالك. أيوة. سلموني وخدوا المكافاه عشان المكافاه. يا عم انا عايز ربنا ينتقم مني. انا انت عايز المكافاه. خدني وديني مصر. حد لا انت كويس. لا انت كويس. انت اللي هتوديني الاسم يا عم. بس ابوس ايدك عشان خاطر. ابوس ايدك وديني الاسم. ودوني الاسم عشان خاطر. انت اهدى بس. انت بس. انا عايز اتوب. عايز اتوب. عايز اتوب. والنبي هتوب. هتوب والنبي. هتوب عن ايه ولا ايه يا معلم؟ هلا هلا ويا اختي اسمع الله. انت واقف تضيع وقتك مع الجزء اللي مش عارفه مين. صحابي يا بيك. صحابي. خلافهم يا بيك. اصحاب العجر والندامه. اصحاب اهو. اهدى يا ستي. اداروا مني. يا ستي. اداروا مني. بس انت يا راجل. هكلم لك ساعة.
الناس دي ظبطتهم مكمرين المفاتيح بتاع التالت عربيه شمال والساعه ديت خدتها منهم وكل واحد لازم تبع المعلم مين؟ معرفش يا معلم انا لقيتهم هنا في المنطقه بتاعتنا. مين اللي جاب في المنطقه هنا؟ احنا مالنا احنا؟ انتوا ولا ما انتوش احنا مالنا؟ في ايه يا عم؟ انا صدق كنت بتسرق هنا وادي مفاتيح العربيه. هم بيعملوا شغل في المنطقه؟ ايوه يا معلم. شغل ايه يا عم الحاج انت في ايه؟ تبع مين يا انت؟ هو انت تبع مين اساسا؟ انا تبع هنا وتبع هنا. ايوه يا عم واخد واخد اللي جابه الشمال. ايوه يا عم يعني العيال دي انا توب مين؟ حد مات ايده عليك يا بنت؟ حد مات ايده عليك؟ محدش يقدر يمد ايده عليك يا عم. Okay.